السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمستبعين والمحبين، مرحبا بكم، يسعد الصباح. حنا الآن غادي نشدو إن شاء الله الطريق للدوار ديال القوارشة جماعة راس العين إن شاء الله، ومن تما كنا نقدروا نشوفوا شي بعض الدوائر أخرين. للتذكير فقط باش نوضح الإخوان، ما كنمشيوش الشنطة كنخرجوا غير من هنا، بحال من راس العين كنخرجوا هنا في قودرون، ومن بعد كنشدوا الطريق كنشدوا للدواوير، ما كنبقاوش غاديين في القودرون، كنمشيو للبيست، يعني كندخلوا لداخل، كندخلوا للدواور لداخل، ماشي كنبقاو غاديين غير في جناب ولاد، كنشوفوا الناس، كنشوفوا الحباب، يعني نشوفوا الطبيعة. على أي المهم حنا غادي نقول لكم إن شاء الله داكشي عن كتب، وتهلاو لينا في ريوسكم. كيف ما كتشوفوا حنايا هنا ندوزو على العوينه، ندوزو على العوينه ديال راس العين، كيف ما كتشوفوا الاخوان احنا جينا الضيافه عند الاخت ليلى، حتى هي مسكينه تلاقينا معاها هنايا ومرحبت بينا، والله الا تصلات فينا بالله من الناس البسطاء والدراوش. اخت ليلى القلب الكبير ها هي معانا هنايا. تحيه لوليدات العونات، واحد واحد خوتي كنحبكم ونموت عليكم، وليدات راس العين والقيد عبد الصمد تحياتي لك. يبا تبارك الله عليكم، انتم كتشوفون الطبيعه ما نعاودش ليكم، والله العظيم طبيعه واعره كاع بزاف. مالا ليلى مالا؟ فرحانه بك امورات البقره. البقره البقرة هي فرحانة بينا تبارك الله، الخير موجود، طبيعة موجودة. هذا هو الدوار اللي غادي نمشيو ليه ان شاء الله باذن الله. ولاد ريو وحنا ودو الصوالح القوارش اللي غادي نزورو ان شاء الله، هو الدوار اللي غادي نمشيو ليه قدامنا واحد الباصاج، دابا غادي نمشيو خطوات الباصاج ان شاء الله، نشدو هاد الطريق. بلادي يا قرة العيان والشمس توات عليها، عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها. بلادي يا قرة العيان والشمس توات عليها، عروسة ما بين الشطان وتغني الجبال عليها. بلادنا يا دار السلوان، 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 يا شربة من نبع الصمد. احنا الان وصلنا للقوارش انا والاخ عبد الصمد، واحد الجو ما نعاودش ليكم هنا في قوارشة، جو رائع رائع رائع، واحد الطبيعة زوينة وخشميشة شوية قاصحة ولله الحمد. وإن شاء الله هنا غادي نشوفوا شي حباب، من بعد إن شاء الله تاني باقي لينا
دابا جينا لولاد ريو تقريبا، هذه ولاد ريو قالت لينا الصوالحه، جينا الصوالحه ولا ما عرفتش. المهم بقاو لينا جدوى والاخرين حيت كان حماوده والصوالحه ولاد ريو تابعين الجماعه ديال راس العين. ايوا من بعد ان شاء الله ونقول لكم ثاني الاحداث في امان الله. هذه تحيه خاصه في خاطر ناس الريف وجبال وناس الشمال كاع. ما نساوش الحسينه يا طالعين لكته مقبل غسلامي ابن غسلامي، قولوا لها يا زينت البلد نعيد في النادي، قولوا لها يا زينت البلد نعيد في النادي. يا طالعين لكته مقبل غسلامي ابن غسلامي، قولوا لها يا زينت البلد نعيد في النادي، قولوا لها يا زينت البلد نعيد في النادي. يا طالعين لكته مقبل غسلامي ابن غسلامي، قولوا لها يا زينت البلد نعيد في النادي، عندكم
نحن الان كانت واجد في قوارشة كما كتشوفوا. مشينا عاد شي ناس صلاو فينا الله يعمر لهم الدار والله ما نعاود لكم اخوتي بالله. اهل مزابه كنقولها لكم راه ناس طيبين وناس بسطاء والكرام خير موجود اللي عندهم يقسموه معاك. وديما الخيرات اللي عندهم في جيبهم يتقداو تقداو خضره تقداو اللحمات ما نعاودش لكم. ماشي كيخزنوا الفلوس ولا كيقول لك ناس قباح ناس مزاب، بالعكس ناس معقولين الله يعمر لهم الدار. ما عزيز عليهم معقول ما كنتش معمر المعقول ما تعرف الضربه منين جاتك ولد عمي. الله العظيم طميت ليا الله الله كلام ديال الشرفة كلام ديال الاولياء الصالحين. الحمد لله شو مرحبا بكم والله انا كنوجه لكم هاد الشو كنوجه لكم الدعوه من هنا من ارض الشرفاء والله الا دي ارض مباركه. جو مرحبا بكم مزاد ما تاخذوش عندك الفكره انا القباح ولا لا بالعكس والله حتى الناس ديال المعقول والكرم اللي عندهم يقسموا معاكم. جيو مرحبا بكم في مزاب الخيمه اللي دقيتوا عليها واخا ما تعرفوا ما تعرفكم اللي دقيتوا عليها اللي عندها تقسمها معاكم تاكلوا تشربوا تضحكوا يفوجوا بكم يخرجوكم يخلوهم يديروا عليكم. والحمد لله الطبيعه كيف ما كتشوفوا راه شي حاجه رائعه والله العظيم ما نعاودش ليكم. على اي نخليكم ان شاء الله تل مازال شادين الطريق حنايا ضربنا جدواور باقيين دوار ونكملوا القواش ان شاء الله. الله يعاونكم الله يسهل. احنا جينا لهاد البير هنا نعمروا شويه الماء وغادي نشربوا ان شاء الله ونشد الطريق. كاين الماء سلام كدير خالي امور مزيان نعاونك على التصابات الطبيعة الاخوان شو الطبيعة شو 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 الطبيعة شو الجو كيدير شوفوا الجو كيدير الاخوان كاين الماء الحمد لله الخير موجود في مزار الخير موجود اخوان الماء الاخوان خيرة مولانا خيرة مولانا موجودة الحمد لله وي والله الا الماء باردة نعاودش ليكم الاخوان الماء موجود تبارك الله الخيرة موجودة اللهم بارك بزاف الخير سلام خويا لاباس ما نعاودش ليكم الناس بسطاء الناس ديال الكرم انا تنبقى نكرر فيها حيت عارفهم مش كيسووا المعدن الطيب ديالهم والاصل والله العظيم بالله مرحبا بكم اتقنب غلبت عليا شويه بيني سفيه نشرب شويه اخويا التمر ها نشربوا ضروري نشربوا من الماء ماي جاد هذا هو غريب التليفون تاعك كبير الناس بوسطهم هي العسل كبير ابو الهادي وهيب واشرف واحمد وموسى وحميد امام وعديد وناس ديور وراني مليت من الغربه راني مليت راني مليت من الغربه راني مليت وتوحشت
طالع والله ملومك في طول خيرة الشباب من تقدر أسعيد بك يا عيني وزيدي على فرح بابك أنا والله ملومك في طول عمامك يا توبي وراني صابر وكنت مرسل